السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوريكم يعني واحد ستيل ديال واحد السروال، يعني كاين دابا دارج في الموضه وكيكون فيه واحد يعني واحد الثنيه هنايا القدام. المهم غادي نوريكم الطريقه ديالو، غتشوفوه كيفاش غادي نديرو ان شاء الله. بالنسبه للسروال انا وجدته، قطعت الطروفه على قد الطول ديال السروال. الطول اللي عندي في السروال عندي متر و3 سنتيم، درت متر و6 سنتيم لان غادي نبغي ندير الثنيه ديال التحت. اما الفوق غادي ندير الباندا، يعني حيدتها بوحدها هي هذه، يعني اللي غادي ندير فيها لاستيك وغادي نثنيها عاد نخيطها من بعد بوحدها. بالنسبه للوسع ديالو من الاسفل عندي فيه 40 سنتيم، يعني 40 سنتيم على متر و6 سنتيم، وعاد الباندا فيها تقريبا 8 سنتيم. دابا غادي ندوز نفصل، والطريقه اللي غادي نوضع بها القياسات نفس الطريقه اللي درت في السروال السابق ديال اللبسه ديال اللباس ديال الحجاب، يعني ما كاينش شي فرق بزاف. بالنسبه لهنايا عندي في الصمت الفوق عندي 25 سنتيم، يعني 100 سنتيم نقسموها على 4 هي 25 سنتيم. غادي نزيد عليها 6 ديال السنتيم على حسب ديك الثنيه اللي غادي ندير في الوسط هنا، يعني غادي نحط 31 سنتيم، 31 سنتيم غادي نوضع علامه. بالنسبه للسمطه عندي فيها 4 سنتيم، بما انها فيها الثنيه ديال 2 على 2، 8 على 2 كتساوي 4، يعني غادي 4 نزيدها نقصها من 37 سنتيم اللي كندير انا في القاعده، يعني غتولي عندي 33 سنتيم فقط. غادي نحطها هنايا ونوضع علامة بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نجيب خط غادي كيولي دائري حتى كيدخل هنايا. هذا بالنسبه للخلف. الامام من بعد غادي كنقورو. بالنسبه لهنا غادي نمشي ب 28 سنتيم ونوضع علامه، حيت كيكون هكا السروال واسع. غادي نجي بخط من هاد 28 سنتيم تقريبا، غنجي وندخل واحد 3 سنتيم هنا في الوسط بهذا الشكل هكا، يعني بهذا الشكل هكا. هنايا لتحت غادي نحتفظ به كما هو. غادي نقطع هذا الشيء دابا. غادي ندوز باش نوضع هذاك القياس ديال هنايا اللي غادي يعني غادي ندير فيه ديك الثنيه. غادي ناخذ القياس اللي عندي هنا، عندي تقريبا 31 سنتيم مقسمه على 2 هي تعطيني 15.5، 15.5 نحطها هنايا. غادي ننزل ب 20 سنتيم هنا حتى لهنا ونوضع خط مستقيم بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نجي هنا ونوضع، من بعد غنجي هنا ونوضع 3 سنتيم من هذه الجهه و 3 سنتيم من الجهه الاخرى بهذا الشكل هذا. هنا كذلك ندير خط هنا، هذه البلاصه غادي نخيطها بهذا الشكل هذا من هنا ومن الجهه الاخرى كذلك. هنا غادي نفتح الامان اللي عندي فيه تراساج هكا وندير له كما كان ندير الفصاله ديال السراول الاخرين العاديين. غادي نجيب مسطره بهذا الشكل هكا ونوضعها زاويه قائمه هنايا من هذا الراس حتى لهذا الداخل هنايا بهذه الطريقه هذه، يعني هنا بهذا الشكل هكا، يعني زاويه قائمه. غادي نمشي بشكل دائري بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي ننزل بها 2 سنتيم على الطول ديال السروال كما كندير دائما. من بعد غادي نجي نزل هنايا 3 سنتيم كما كندير في السروال كاملين، 3 سنتيم ونمشي بها بخط هنايا حتى لهذاك الفوق، يعني حتى لهاد البلاصه هادي، ونقطع هاد الجزء هذا. بهكا نكون ساليت الفصاله. دابا غادي ندوز باش نخيط، يعني اول حاجه هي اللي غادي نديرها هي
غادي نخيط هاد الاجزاء هنايا، غادي نتوتب هكا ونخيط يعني هاد الخياطه على هاد، يعني بخط بهاد الشكل هذا. كتشوفوا كيجيني بحال هاد الشكل هكا، يعني كتجي الخياطه كنخيط من هنا وغادي وكندور من غاديه، كنكون غاديه حتى لهنا وكندور ونرجع الخياطه فهاد الجهه باش كيعطيني يعني هاد التنيه هادي هنايا. هي ما كبيرهش بزاف لان الثوب ما عريضش، ولكن قداش ما بغيتوها اعرض خصكم ديروا الكميه ديال الثوب تكون عريضه بزاف باش تقدروا ديروا هاد التنيات هادو. غنصاوب الاخرى وندوزو باش نجمعوا السروال. من بعد ما خيطت هاد الامام كيما قلت لكم بهاد الطريقه هادي كامل، دابا غادي ندوز باش نجمع كل يعني رجل بوحدها كما كندير دائما. ناخذ هاد الطرف هذا من هنا يعني من حدا القاعده ونمشي حتى نخيط الاسفل، وكذلك الرجل الاخرى حتى هي بنفس الطريقه. نجيب هذا هنا ونخيط الرجل من الاسفل. بالنسبه للنوع هذا النوع من الاثواب اللي كيكون كيتير هكا وهكا، يعني من الاحسن تخيطوه بالماكينه السرجي يعني كترفيل اللي فيها اربعه الخيوط، لان يعني هي اللي كتصلح انكم تخيطوا بها هاد الاجزاء هادو، هاد الثوب هذا لان كيتيره والخياطه الاخرى غادي تبقى تقطع لكم. هذاك علاش يعني هادو كيحتاجوا ضروري انكم تخيطوهم بهادي ديال السرجي. كما قلت لكم راه كيتيره يعني كما كتشوفوا، واخا تجبدوا ما غاديش يتقطع الخيط. دابا غادي ندوز نركبهم. يعني هي كاينه واحد ليبرا في الماكينه الاخرى العاديه، كاينه واحد ليبرا خاصها تكون راسها رقيق بزاف باش تخيطوا بها ليكرا، لان الا ما كانتش عندكم غادي تبقى تنقز لكم الماكينه. ضروري هذيك ليبرا، لكن النصيحه ضروري هاد الثوب هذا ضروري تخيطوه بالماكينه ديال كاترفيل او حتى طروافيل، المهم يكون واحد فيهم خيط والاخرين ديال النيلو. طبعا ندوز خيط بهذه الطريقه هذه كما عودتكم من قبل، وقلت لكم يعني كنجيب خياطه فوق من الخياطه عاد نخيط هذه الجهه ديال القاعده والجهه الاخرى. الخياطه كتجي مدوبله هنا لان خيط من هذه الجهه وكملت هنايا، ومن بعد عاود بديت من هنا باش هذه الجهه هذه كتكون يعني صحيحه مزيان، هي اللي كتفردك فيها السروال الاغلبيه. دابا ندوز نقلبو نصاوب الصمطه ديال الفوق، يعني هذا هو الخلف وهذا هو الامام. عندي كما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا هكا. دابا غادي ندوز باش نصاوب الصمطه ديال الفوق اللي هي هذه. غادي نقطعها ما غاديش ندير فيها متر ديال الطول، غادي ندير شويه اكثر على حساب لاستيك. ندوز نخيطها وحدها يعني نوجدها بوحدها عاد نلاقيها مع السروال. غادي نطويها من هنا وجهها على وجه ونخيطها وعاد ندوز ندير لها لاستيك. لما وجدت لاستيك بهذه الطريقه هذه غادي ندوز وغادي نحطو ونخيط بهذا الشكل هذا من هنا حتى ندور على السروال كامل. وطبعا هذا كنجبدو على الوسع ديال السروال باش يجمعوا لي شويه باش كيجي مقاد. بعد ما خيطته دابا غادي ندوز باش ندوز له السرجي من هذا الجانب كامل. النتيجة هي هذه ديال السروال، نتمنى يعجبكم. ما تنساوش دعم القناة بالاشتراك والمتابعة. شكرا لكم، تلقوا ان شاء الله في لبسة اخرى او في شي بلان اخر. بسلام عليكم.